اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لكل الناس. النهارده هتكون حلقتي عن تطوير التعليم، ولكن بطريقه يعني حديثه جدا. احنا بنبعد الطالب عن الحفظ وعايزينه يفهم اكتر، ومعايا ضيوف بيطوروا من ترم لترم. يعني دي عايزه اقول ان دي طفره في التعليم. ارحب بيهم الاستاذ العرب السقطي، اهلا مدير وسهلا. مشروع حضانه جيل العظماء ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات. اهلا وسهلا يا فندم. الاستاذ جاد السقطي المسؤول عن التعليم بحضانه جيل العظماء، اهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك، اهلا بيك. بدايه انا عايزه اسال استاذ جاد، يعني الفكره جت منين؟ فكره ان انتوا تعملوا المشروع ده جت لك شوف ايه؟ حضرتك، هو احنا بالنسبه لنا الموضوع طموح وفكره. احنا اول ما بدانا بمركز تكنولوجيا المعلومات اي تي سنتر بفرع المنزله. اول ما تمام بدانا بالمنزله وضواحيها، تمام وبعدين الحمد لله ربنا اكرمنا وفتحنا فرع في المنصوره، وبعد كده فتحنا فرع مثلا لحضانه، حضانه جيل العظماء وطلابها. تمام بدانا بقى نفكر، مش عايزين ورقه وقلم، لا احنا عايزين بقى شغل عملي. زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي احنا عندنا حفريات، الكترونيات، هندسه، يو سي ماس، في علم متطور. وكمان ان شاء الله بنوعد باذن الله جميع عملائنا ان شاء الله هنعمل الاي تي اي، اي تي انترناشونال ابن مصر. ده بقى يعني مشروع جديد آخر. ده مشروع جديد ان شاء الله هيظهر ان شاء الله في شهر 9 ان شاء الله، لان احنا كنا موعدين الناس ان احنا هنعلن إن عنها شاء بلقاء الله تلفزيوني. إن شاء انا عايز الله. بس نتكلم بشكل عملي. طيب أنا عايزاك مستر العرب الصوتي، تقدم الاولاد الولاد. بتوعنا ليلي السباعي، اسر فطير، محمد زرومبا، مالك العزازي، ادم شاهين، طبعا من البصرات، واللي من النسايمه، واللي من العديده، واللي من المنزله، كله كلهم من منورنا الدقهلية طبعا. وفي فرع في المنصوره جاي ان شاء الله معانا إن في شاء دلوقتي ان شاء الله الله باذن إن الله. شاء الله. طيب هما بقى هيعملوا إيه؟ أنا انا عايز عايز أعرف. مستر العرب بقى هو اللي يبدا احنا معاهم بشكل عاملين عملي. ده جزء مبسط شرح اللي احنا بنعمله طول الفتره اللي فاتت، ولكن تمام احنا جبنا بعض النماذج. هو مشروع اسمه مشروع العبقري داخل حضانه جيل العظماء ومركز الجامعات الغد سنتر. انا هقدم الطلبه بتوعي الدكتوره يلا ليلي. جاهزين؟ ليلي هي خد تديني المايك الحاجات. يا اتفضلي ليلي، خد المايك خد يا المايك ليلي. يا ليلي، يلا يا حبيبتي قولي لنا بقى اشرحي انت لنا بتعملي هتعملي ايه. القلب. طب تمام يا حبيبتي قولي بقى قومي القلب اشرحي يا بيشتغل حبيبتي. ازاي. بشيل الحتة دي. شاطر، برافو عليك. واللي جوه ده اسمه كم حجرة؟ كم حجرة هي؟ أربعة. شاطر، برافو. تمام، فين الشرايين؟ تمام يا حبيبتي، بشيلها. شكرا. بس هاتي يا حبيبتي. الله يبارك. هاتي هاتي يا كويس، عارفة تشكل. طبعا اشرحي يا حبيبتي. الأزرق بيشد الدم والأحمر بيسيب الدم. برافو برافو. طب ممكن نعمل تجربة على ضخ الدم؟ بنعملها ازاي؟ ايوه، حط المايك، حط المايك عشان تعرف. تمام، ايوه، ودوس. ما شاء الله، تمام كده. بيدخل الدم فين؟ على الجسم. جميل، شكرا يا ليلي، شكرا يا دكتور. برافو السباعي. طيب منزله اسر، برافو. اسر فطير، يلا يا باشمهندس اسر، ادي ادينا المايك لاسر. بتعمل ايه اسر؟ عملت تجربة العصفور. تمام، يلا اشرحها لنا يا حبيبي. هي تمام. ليه العصفورة؟ امسك المايك يا اسر، امسك المايك. ليه العصفورة ما بتتكهربش؟ عشان ما يشتمش الارض. طب لو لمست الارض هتتكهرب. طب ممكن شطور. نشوفها. انت بتعملها ازاي؟ عارف ان هو هيوصل ازاي وكده. وصل البطارية. لو نورت. طيب حضرتك نورت برافو. كده بالنسبة لنا ان برافو. الكهرباء ايه؟ وصلت. انها اتوصلت بالنسبة ليه؟ باش اتفضل يا باشمهندس. شكرا يا ياسر. التجربة تمام. باشمهندس محمد بتعمل ايه يا تعالي حبيبي يا محمد دلوقتي؟ امسك المايك وتعالى انت بقى محمد تعمل زرون بقى طموحه يطلع ظابط ان شاء الله. بيعمل ايه يا محمد؟ بلولة. بتعمل ايه بلولة؟ احط ايدي هتنور. عشان ايه؟ هتتكهرب. الكهرباء. طيب لو انا لمست العمود الكهربائي ينفع المسه؟ ليه؟ عشان هنتكهرب. تمام يا حبيبي، نوصل الكهرباء. شكرا يا محمد. خدت حاجات تانية طبعا في الحضانة كتير صح؟ صح. طيب نقول لزميلنا مالك. تعالى يا مالك. يلا يا مالك. بتعمل انت ايه يا حبيبي؟ هتعمل ايه بقى يا مالك؟ الروبوت. بتعمل ايه يا حبيبي؟ الروبوت بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ يلا فرجنا كده يا مالك. فرجنا حبيبي. يلا ورا الدور. تمام. واسلاك. تمام. وكهرب. تمام. برافو. طب ايه؟ قرب كده بقى خليه يشتغل اشوف هيرسم ازاي. وريني كده. بنوصلنا البطاريه وبعدين نشيل اللبسات لسه ولا لا؟ ثانيه واحده، بستنى نشيل الحاجه اللي تحت. نشيل اللبسات اللي تحت. تمام تمام. يلا
تشوف ان زميله بيساعد لانه كل دول واخدين الكلام ده كلهم متدربين وعارفين عشان يشتغلوا ده بجانب جميع المواد التربويه التعليميه الثانيه التنميه البشريه والعربي الانجليزي الاستجابه عندهم بتبقى شكلها زي مستر استغفر ما شاء الله الطفل ده هو اطفل فعلا اذكى طفل في العالم لو احنا ظبطناه ده الفرصه حاجه حضرتك شوفها دلوقتي بيعمل ايه بيعمل دلوقتي روبوت اكنه حاجه مصغره صح على حسب شكل طبعا لا المهم ان هو حابب الفكره طبعا هو بيستمتع بيها تمام ايه تاني بتعمله يا مالك الطاحون وريني كده الطاحونه طب الطاحونه بتشتغل ازاي يلا تمام ممكن ماشي يا حبيبي ممكن اعمل اي حاجه سيبها مالك سيبها يا حبيبي شغل الطاحونه كده شغلك بس المايك البطاريه بنوصل البطاريه اهو ونشغل البطاريه يلا حبيبي الطاحونه بنشغلها ازاي تمام افتح الزر بتاع برافو عليك ممكن اعمل طياره حاجات بتوع كل بالحاجات دي تمام ممكن ادم بقى يعمل ايه يلا يا دوم تعمل المايك انت ايه يلا امسك المايك يا حبيبي اتكلم يلا يلا اشرح لي انت هتعمل ازاي اشرح يا ادم الحيفيات التوصيلات التوصيلات اتقادت من زمان حيفيات عرفتنا التوصيلات كانت موجودة منها كامل وناقص ومكسور تمام يا حبيبي طب دول ايه يا حبيبي دول ايه دي دي العصار العصار تمام طيب انا انا بشكرهم تمام يا حبيبي ماشي انا بشكرهم يا مستر بشكرهم على انهم شرفوني وهنطلع تقرير حالا هنشوف حضانة جيل العظماء والأنشطة بتاعتهم تمام.
تاني، ولكن انا عايزه اشكر اداره الحضانه على الفيديو الرائع بجد اللي بين الانشطه كلها، وبشكر الولاد بصراحه طالعين جمال جدا، وحاجه حلوه ان انت وفكره ذكيه منك ان انت يعني رديتكم كل الاولاد بتاعتنا في فيديو واحد في حضانه جيل العظماء ومركز تكنولوجيا المعلومات لما دول اولادنا طبعا. صح. احنا طبعا معانا الاولاد. الاول عايزه ارحب بالاستاذ علي علي مجدي مدرب اليو سي ماس بالحضانه، تمام، وارحب بقى بالضيوف الصغيرين، تعرفوني على نفسكم. ملك السبيتي، انس عثمان من المنصوره، حنين السبيتي برضو من المنزله، روفانا شعبان من المنصور من المنزله، وعندك نورسين منصور من المنزله. يا اهلا وسهلا. طيب الاستاذ علي، حضرتك بتديهم ماده اليو سي ماس، فايدتها ايه للطالب؟ هو اول حاجه اليو سي ماس ده هو تنميه وتطوير عقلي للاطفال، تمام، والعقل الاطفال، تمام، من سن 4 سنين لحد 12 سنه. فايدته ان هو بيزود سرعه الطالب في حل المسائل، تركيز، بيزود تركيز الطلاب، تمام. عن طريق كده ماشي. طيب نشوف الاطفال هم بيسالوا بقى انت دلوقتي مستر علي عداد ولا تخيل؟ هو انا اول حاجه بستخدم العداد ده، تمام، كل خرز على العداد، تمام، بتمثل رقم معين الطالب بياخد الرقم، يتمرن عليه شويه، بيتمرن عليه وبعد كده في الاول، ولكن بعد كده بيستغنى عن العداد وبيعتمد على نفسه بقى ويتخيل العداد ده، وهنشوف برضو الطالب مع بعض وهم بيتخيلوا. طب اتفضل. جاهزين؟ تمام. هسال ملك. يلا ملك. دي طبعا اسئله عشوائيه، يعني المدرب عامل لكم اسئله وانتم هتجاوبوا من نفسكم. تمام. 14 بلس 14 بلس 25 بلس 14 بلس 11 ايكوال 25. تمام، برافو عليك. 15. هسالك كمان سؤال. ماشي. 12 امسك المايك بلس 21 بلس 18 ايكوال 51. تمام. انس ماشي. انس فرعون. انس من فرع المنصوره معانا، مركز التكنولوجيا. يعني لو قلت لك مثلا 12 بلس 12، امسكوا لي يا ملك، امسكوا لي، ايكوال 24. قلت تاني كده 24. برافو عليك. لو قلت لك مثلا 26 minus 11 equal 15. تمام، برافو عليك. تمام، يعني شاطر. ادي لزميلتك. يلا ماشي. يلا مستر علي، لو قلت لك يا حنين هسألك سؤال يلا بسرعة. 15 plus 14 plus 31 minus 15 equal 45. تاني 45. برافو عليك. برافو. تمام. اقول لك سؤال كمان. 21 plus 14 plus 14 plus 21 minus 14 minus 24 equal 66. تمام، برافو عليك. برافو، برافو. انت اسئله صعبه يا استاذ نوفانا بقى شعبان من حضانه جيل العظماء. بتعملي ايه يا روفانا؟ تمام، اتفضلي يا روفانا كده، عرفينا انت بتعملي ايه. قرب المايك. الاستيكة الالكتروني. بتعملي ايه الاستيكة دي؟ بشغلها بالباور بانك واحطها واكتب حاجه. طب ممكن توريها لنا؟ طب بسرعه عشان الوقت. يلا تمام. يلا نورسين. يلا امسك البتاع بتاع. تمام، وانت بتعملي ايه نورسين؟ بتعملي ايه نورسين؟ شغالي يا حبيبي. بتعملي امسك المايك. العربيه بتشغليها ازاي؟ وريني كده. طب شغال كده العربيه. وريني. دي امسك المايك. دي الاستيكه الالكترونيه بتاعت. طب هي بتعرف تتحكم فيها؟ ما هي شايفه هي طفل. احنا مش مقتصرين على الحضانه وبس، احنا معانا بندي حقوق وبندي اس دي ال، والحمد لله علينا كذا انشطه كتير. تمام، يلا نورسين عرفيني بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ كلمي بتعملي ايه؟ بعمل العربيه. ازاي؟ وريها لنا كده، اشرح لنا كده بسرعه. يلا نورسين اشرح لنا. يلا عندي روفين دقيقه عشان بس تاخد بسرعه. يلا نورسين اشرح لنا. قول يا ماما. وريني وريني كده وريني كده. يلا هات انت المايك. يلا حبيبتي تعملي. يلا وريني شغل العربيه. وريني بتشغليها ازاي؟ شغل العربيه بتاعتك.
شغال؟ تمام. احنا بالنسبه لنا التوصيلات انت باي سلك، بسلك وبطاريه تقدري تعملي ايه؟ لبن عايزاه. برافو عليك، برافو عليك. كويس ان هي واصل ليها ان هي تقدر توصل كل طلابنا بالمستوى ده الحمد لله. بس دول طبعا ما اقدرش اجيب كلهم، بلكن البرومو انا بشكر كل اولياء امور حضانه جلاله العظماء اللي استعملنا طبعا لنا، لان هم من غيرهم احنا ما بنعملش حاجه طبعا. طبعا لان لولا تعاون الاباء معاكم الاولاد مش هيبقوا مستوى ده. مشقه السفر ده جاي من كذا بلد متفرقه، ولكن ولكن هم يستحقوا، يستحقوا التشجيع والاشاده، وكمان يستحقوا ان الناس تشوف ان احنا عندنا شباب ناجح وشباب بيساهم في تطوير التعليم. بشكركم جدا. والدي عمل حاجات كتير في الموضوع. والدي الحاج جاي صادق عمل معانا جدا جدا، شكرا على تشرفكم ليا. بشكركم مشاهدينا واشوفكم على خير باذن الله.